عقد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة اجتماعاً مرئياً عن بعد لمتابعة مستجدات اتفاقية التعاون البحثي المشترك بين هيئة الطاقة المستدامة وجامعة البحرين والمتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة في تطبيقات تحلية المياه، حيث تم عرض مخرجات الجهود البحثية للدمج المبتكر للطاقة المتجددة تحديداً الطاقة الشمسية وأحدث حلول التكنولوجيا المطبقة في تحلية المياه. أعلنت بورصة البحرين إنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين أمانات لضمان حقوق المساهمين وحفظ وإدارة ومراقبة الأرباح النقدية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين، وتهدف هذه الصناديق إلى توفير حلول للأرباح النقدية غير الموزعة، حيث سيتم تحويل الأرباح النقدية المتراكمة وغير الموزعة على المساهمين حتى 30 من شهر يونيو لعام 2020 إلى حساب صندوق الأرباح النقدية المتراكمة من قبل شركة البحرين للمقاصة وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها، وسيتم تطبيق جزاءات مالية في حال عدم التزام الشركات المدرجة بالإجراءات الجديدة. نبقى في البورصة، حيث أعلنت بورصة البحرين إدراج الإصدار رقم 20 لسندات التنمية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، ويبلغ حجم الإصدار 300 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتباراً من 10 من شهر مايو لعام 2020 وحتى 10 من شهر مايو لعام 2023. أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات إطلاق خدمة استلام وتسليم اللؤلؤ والأحجار الكريمة لعملائه في مختلف مناطق إقامتهم أو عملهم، وذلك في ظل التزام المعهد الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والحفاظ على التباعد الاجتماعي.